مبسوطين معاكم وحياتنا. بنروح معاكم لفقرتنا الثانية في حلقتنا النهاردة، وما زلنا مع الثقافة والفنون وحديثنا عن المواهب الفنية في المجالات الثقافية والمجالات الفنية. وبيسعدنا يكون ضيوفنا من خلال هذا اللقاء مروة ناصر، موهبة في الرسم والفنون التشكيلية. أهلا بيك يا مروة، شرفتينا. ومحمد خطاب، موهبة في التصوير الفوتوغرافي. أهلا بيك يا محمد، شرفتونا النهاردة. مروة، لو اتكلمنا عن الرسم والفنون التشكيلية، وأكيد الفنانين هنا في أسوان بيتأثروا بالجمال والطبيعة والبيئة الرائعة الموجودة حوالينا، يعني توجهك للرسم كان من إمتى؟ أنا من أنا صغيرة كنت برسم، يعني بشوف حاجات زي الأطفال، كرتون، حاجات الكرتونية بقى، دورة والحاجات الأطفال دي كنت بقعد بقى أرسمها، بشوف في الكتب بقى بتاعت أخواتي وكده حاجات أطفال وكده، بقعد أرسم بقى كتير يعني يعني بتحب الرسم من وانتي طفل؟ انت بتدرسي ايه دلوقتي؟ انا تربية طفولة، كلية تربية قسم طفولة. برضو فيها يعني اكيد هتبقي محتاجة ان انت تستعيني بموهبتك في التربية، لانه فكرة ان احنا ننمي المواهب عند الاطفال دي من الافكار المهمة جدا، وان احنا نعرف مين الاطفال الموهوبين بالظبط. طيب اشتركتي دلوقتي في مسابقات، او هل نميتي موهبتك بشكل اكبر، ولا فضلت في حيزها الصغير؟ لا بنميها برضو، بقعد ارسم كتير وكده، وبشوف ممكن في النت حاجات اكتر عايز ارسم ايه، وشكل وعين بقى عايزه ازاي ارسمها، بشوف الناس المتمكنين اكتر بقعد ارسم زيهم. ترسمي بورتريهات؟ لسه يعني بتمكن منها شويه شويه. دي الموتيفات او الرسومات اللي انت رسميها؟ جميل، علق لنا عليها. دي رسمه قلب، زي قلب وفي بقى زرع او خضرات كده. فكرتي تروحي قصر الثقافة أو حاجة؟ رحت مرة ما كملتيش معي. أنت معتمد على موهبتك الفردية يعني. جميل، طب نشوف بقية الصور. دي رسمة بنت بقى في الشتاء، زي كده في الشتاء أو الخريف كده، ومستخدمة اللون مع الأبيض والأسود. مبحبش برضو ألون كتير يعني، بحب اللون ألوان خفيفة كده. جميلة ومعبرة جدا. دي رسمة في أيام الكورونا كده، كمامة. البنت بالكمامة. لا رسم جميل يا مروة. طيب محمد، لو هنروح بقى للتصوير الفوتوغرافي، هو كمان موهبة جميلة جدا، وابتدينا نشوف كانت منتشرة زمان قوي، ما كانش بقى وقتها في الفيديو وغيره أو الديجيتال بشكل عام، وبعدين دلوقتي رجعوا تاني الشباب يرجعوا للتصوير الفوتوغرافي، وابتدى يبقى فيه اهتمام بيه في الفترة الأخيرة. موهبتك عرفتها أو اكتشفتها إزاي في مجال التصوير؟ يعني من حوالي سنتين كده بالظبط، اللي هو وقت ما بدأت أستخدم التليفون بطريقة اللي هي دائما يعني أكتر شوية. فبس استخدام التليفون هو اللي خلى الناس ترجع للتصوير تاني وتوثق اللحظات السعيدة في حياتها، فبنلاقي فيها طفرات سعيد، بنلاقي فيه ناس شاطرة قوي في إنها بتصور بالتليفون صورتها عادية جدا. بس ايه الفرق بين ان انا اصور بالتليفون وان انا اصور بكاميرا متخصصه في التصوير الفوتوغرافي؟ هي مش بتفرق جامد، بس هي المهم في التصوير الزاويه نفسها. الزاويه والاعتماد على الاضاءه بس، ان انت تختار لقطه معينه هي دي اللي تميزك. دي الصور اللي انت مصورها مش كده؟ مظبوط. طيب علق لنا عليها. دي اللي هي كانت بعد الساعه 12 وكده، اللي هو وقت الهدوء، يعني اللي هو وقت يعتبر وقت عزله بالنسبه لي. انت بتحب تصور في الوقت ده؟ جميل، وقت الغروب مثلا او اللي هو في الهدوء عموما يعني. اسوان جميله، في اماكن كتير ينفع تتصور يعني. مظبوط، دي من القطر انا وجاي هنا. من القطر؟ يعني انت بتصور وهو القطر ماشي. ما هي دي برضو ميزه يعتبر اللي هي الثبات واختيار الاضاءه في نفس الوقت. ما ده اللي انا عايز اقوله لك، القطر بيمشي بسرعه كبيره، ففكره ان انت يعني تلقط صوره في لحظه معينه في جزء معين من الثانيه بشكل معين، بتكون صعبه في الاول، بس مع الممارسه وكده فهي بتبقى هي عادي. جميله، لا حلوه قوي. تاني نشوف صور تانيه. طيب بتفضل تصوير الطبيعه اكتر ولا تصوير الاشخاص، ولا ممكن يبقى ده مع ده؟ لا الصراحه ده مع ده يعني. ده مع ده. فكرة انه تصور شخص معين بزاوية معينة، يعني احنا كلنا في الصور نلاقي ساعات صورة طالعة لنا حلوة قوي وصورة طالعة مش حلوة، مع انه هو نفس الشخص، بس الزاوية اعتقد بتختلف. هل لقطة معينة بتختلف، تعبير معين بيختلف، ايه اللي بيخلي ممكن يبقى لي صورة حلوة وصورة وحشة؟ الاعتماد على المنظر اللي هي الباك جراوند اللي ورا الشخص نفسه، وبنفس الوقت الاضاءة اللي جاية عليه. بس الاثنين مع بعض لازم توفق بينهم فهتطلع صورة حلوة.
افتكر التصوير والرسم كمان هو احساس في المقام الاول. مش كده؟ علشان كده مش اي حد بيطلع رسمة حلوة، مش اي حد بيطلع صورة حلوة. كلنا بنرسم ساعات وكلنا بنصور، بس مش زي ما يكون حد فعلا عنده موهبة. بس الفكرة ازاي نسق المواهبنا دي وننميها وما تفضلش مجرد موهبة. مروة انت بتفكري ان انت تنمي موهبتك ازاي؟ انا بقعد ارسم بقى حاجات كتير، عايزة يعني ارسم اشخاص، نفسي ارسم اشخاص كتير وكده، اعمل بورتريه، نفسي اعمل معرض او كده. ما فكرتيش لسه تعملي الحكايه دي؟ لا، بس ببتدي دلوقتي بعمل عامله قناه في اليوتيوب، ببدا يعني اقعد ارسم كده واظهرها للناس. ممكن تعلمي الناس الرسم كمان لو في اطفال موهوبه؟ ممكن انت عامله حاجات برضو باطفالي كده، يعني عامله حاجات اطفالي للاطفال كده بالالوان وكده عشان يتعلموا منها. لان الرسم من المواهب الجميله جدا اللي بتضيف لحياتنا بهجه وجمال، وممكن استغلالها في حاجات كتير. يعني نستغلها في الديكور، نعمل صوره نعلقها، او ان احنا نعمل معارض. ودلوقتي بنشوف كمان الفنانين اللي بيرسموا جداريات في الشوارع وفي الميادين. فعلا موهبه الرسم موهبه جميله جدا ومهمه في حياتنا يعني. طيب محمد، التصوير الفوتوغرافي ابتدينا نشوف مصورين فوتوغرافيين كتير في الشارع دلوقتي ومعظمهم شباب. ورجعنا تاني لفكره التصوير في المناسبات، في الافراح وفي اعياد الميلاد وفي الاحتفالات وفي حفلات التخرج وكده. هل دي بتبقى يعني حاجة سريعة كده، مثلا انت بتصور صورة فرح، غير لما تصور حد عايز تصوره؟ ايه الاختلاف بينهم؟ لا، هي الاختلاف بيكون في الجاهزية لالتقاط الصورة نفسها بس. سواء او فرح او غيره، انت عارف ان انت رايح تصور، ولو في نفس الوقت انت جاهز ان انت تصور اي حاجة قدامك. المهم تبقى ظابط الاضاءة زي ما قلت لحضرتك، والمنظر نفسه. طيب التقنيات الجديدة، وبنشوف الكاميرات بقت فيها تكنولوجيا عاليه جدا، وبنشوف يعني في كاميرات قد الصباع يعني قد القلم، والريزوليوشن بتاعها عالي جدا وجودتها عاليه. بتطلع دايما على الجديد في الكاميرات علشان تقدر تدي لك تاثير اقوى؟ لا، الكاميرات عموما بيت كده، مش لو ضغط عليها جامد يعني. طيب بتفكر ازاي تنمي موهبتك يا محمد؟ بان هو امارسها كتير يعني. انت شايف ان الممارسه هي اكتر حاجه هو هتعود عليها اكتر واكتر، فاللي هي هتبقى زي ما قلت لحضرتك في الاول حاجه عاديه بالنسبه لي. فكره ان انت تشترك في مسابقات، او ان انت تشوف تصوير ناس تانيين وتبتدي تدخل معاهم في منافسه، هل ده وارد ولا انت بتحب ان انت يبقى لك مدرستك الخاصه بيك؟ لا، اللي هو احيانا بعتمد على النقطه دي بصراحه يعني. اللي هو اشوف مثلا غيري ده وصل ليه، واحاول مثلا مش اللي اوصل لنفس اللي وصل له، لا احاول اتخطاه، تتعدى او يعني تروح لمنطقه جديده. مظبوط. طيب ايه اكتر حاجات بتستهويك ان انت تصورها؟ اللي هو مثلا منظر الغروب، اللي هي الحياه الهاديه اللي هي بتدل على مثلا زي ما قلت لحضرتك في الاول خالص، اللي هي مثلا وقت الهدوء الساعه 12 ورايح، او الغروب مثلا مع الشمس مع النيل وكده يعني. الطبيعه عندنا متهيألي بتسهل لك مساله التصوير، لان احنا عندنا اماكن كتير قوي شكلها حلو، خصوصا النيل. مظبوط. مروة، انت دراستك لما دخلتي كلية تربية طفولة، ليه ما فكرتيش تدخلي مثلا حاجة خاصة بالفنون، فنون جميلة او حاجة؟ كنت عايزة اخش حاجات دي، بس يعني لا، هو كنت عايزة اخش فنون جميلة، بس هي كانت بعيدة مسافتها يعني. بس دخلت دي عادي، بس ما يئستش يعني، قلت اقعد اكمل برضو وارسم وكده. طيب ازاي ممكن تخلي موهبتك توظفيها مع وظيفتك؟ يعني انت مثلا كلية تربية طفولة هتبقي مدرسة، ازاي ممكن ان انت توفقيها مع الموهبه اللي عندك؟ بنرسم اقعد حاجات للاطفال يعني، اوريهم بيعملوا حاجات ووسائل للاطفال، اعلمهم وكده، اقعد ارسم حاجات بالالوان وكده للاطفال. تمام. احنا متواصلين معاكم بعد ما نروح مع مشاهدينا الفاصل، وبنرجع مره تانية متواصلين معاكم. وحياة
متواصلين معاكم وحياتنا وضيوفنا اللي مشرفينا النهارده مروه ناصر وموهبتها في الرسم محمد خطاب وموهبته في التصوير الفوتوغرافي. اهلا بيكم مره ثانيه. مروه، فكره ان انت ترسمي، انا شايفه معظم رسوماتك بالقلم الرصاص وتستخدمي الظل والنور، ودي من المدارس في الرسم الجميله جدا اللي ناس كتير خصوصا اللي بيروحوا المدرسه الكلاسيكيه شويه بيحبوها. مش ان انت ترسمي منظر طبيعي بقى والاخضر اخضر والاحمر احمر وتبقى صوره كلها الوان، لكن ان انت تستخدميها بالقلم الرصاص بتاعي ده الاصعب. بحس يعني انا بحبه، حاسه مش عارفه قريب مني ان انا اقعد ارسم بالقلم، ممكن لكن التاني جزء ممكن للاطفال، بحس ممكن برسمه شويه لحاجات اطفالي او كده تناسب الاطفال. زي ايه؟ زي حاجات كرتونيه او كده، الشخصيات الكرتونيه اللي هم بيحبوها. تكون بالالوان عشان هي بتجذب الاطفال اكتر يعني كده. كنت حاسه كبار مفكرتيش مثلا شيء ما تروحي جزيره النباتات مثلا او اي حديقه من الحدائق الجميله الموجوده عندنا في اسوان ان انت ترسمي الطبيعه اللي انت شفتيها بالوانها، ولا انت بتحبي تاخدي الافكار من افكارك انت؟ باخد افكاري انا، ممكن شويه برضو من الطبيعه ومن الحتت كده الجناين وكده. محمد، الطبيعه بتستفزك كفنان؟ يعني ممكن تبقى ماشي مثلا مش مقرر انت تصور وتشوف منظر عجبك في الطبيعه حواليك تروح مصوره على طول؟ بتحصل كتير معايا دي، اللي هي معظم الصور برضه هتلاقي نفس الطريقه دي، اللي هو مثلا المكان زي ما قلت لحضرتك في الاول اللي هي القطر مثلا، او انا ماشي وانا وقاعد مثلا كده اللي هو مش مفكر اصلا اصور. بس فاللي هي بشوف منظر بيعجبني او انا مثلا بشوفه من منظور تاني فبروح بصور على طول. انت بتستخدم الموبايل فقط في التصوير؟ ما فكرتش تجيب كاميرات متخصصه في ان انت تستخدمها في التصوير الفوتوغرافي؟ والله فكرت بس اللي هو مش دلوقتي يعني، بس يا بإذن الله يعني. لسه يعني الخطوه شويه. انت درستك ايه محمد؟ انا الفرقه الاولى معهد فن تمريض السنه دي. برضو درستك شويه بعيد عن التصوير، بس انت واخده هوايه وموهبه. بتفكر في الفتره اللي جايه ان انت تحترف فيه او تخليه فكره اساسيه في حياتك؟ لا، هي فكره بجانب برضو التمريض يعني، مش هتحتل كل حياتي يعني. هتفضل بس برضو مجرد موهبه يعني. جميل. فكرة الشخصيات وان انت تقف تصورها، يعني الشخصية اللي بتستفزك اكتر ولا الطبيعة اللي وراها هي اللي بتستفزك اكتر؟ لا، الطبيعة بصراحة. الطبيعة اكتر من الشخص نفسه. ممكن في زاوية معينة تجيبه بشكل وممكن في زاوية تانية تجيبه بشكل تاني؟ بنفسه هو اللي مثلا الوقفة بتفرق صراحة. مثلا لو بزاوية كذا ممكن الصورة تطلع حاجة تانية. انا مثلا بقول له لا اوقف كذا عشان انا شايف حاجة غير اللي انت شايفه. بس الاضاءة بتفرق معاك طبعا. جدا. اختيار التوقيت في الإضاءة بيفرق في شكل الصورة. جميل. أمنياتكم إيه في نهاية لقاءنا النهاردة؟ والله أمنياتي إن أنا أحقق بس الحاجات اللي في بالي يعني. الإيه؟ أحقق الحاجات اللي في بالك. زي إيه؟ اللي هي مثلا زي ما قلت لحضرتك إن أنا أتفوق في مجال التصوير وكحياتي أنا كشخص يعني. بس جميل. مروة؟ أنا أحقق بقى يعني أرسم أكتر بقى، وأبقى عندي معرض مثلا برسم بورتريه كده وبوري الناس، وبعمل يوتيوب برضه نفسي أبقى اوصل يعني اعلم الناس اكتر. مروه، انت ممكن كمان تعلمي الاطفال الرسم. لان بنشوف دلوقتي اطفال كتير جدا موهوبين وبيبقوا اسرهم مش عارفين يودوهم لحد يعلمهم رسم بشكل كويس. ساعات بيروحوا قصر الثقافه، افتكر هو المنفذ الوحيد اللي ممكن من خلاله يتعلموا الرسم، لكن بيبقى محتاجين حد قريب منهم اكتر يعلمهم. وهتبقى فكره عظيمه جدا لان المدارس عامره باطفال فعلا عندهم هوايات جميله زي الرسم. ان شاء الله. انا بشكركم جدا، شرفتونا النهارده. بنشكر مروه ناصر موهبتها في الرسم والفنون التشكيليه، شكرا جزيلا ليكي. وبنشكر محمد خطاب وموهبته في التصوير الفوتوغرافي، شكرا شرفتونا. شكرا. مشاهدينا، بختام لقائنا ده بنوصل معاكم لختام حلقتنا النهارده. بتمنى تكون كل الفقرات اللي قدمناها نالت رضاكم، وهنقابلكم على خير غدا ان شاء الله ولقاء جديد وحياتنا واسره جديده. في النهايه بنقول لكم ارق تحيات اسره البرنامج وتحياتي، شكرا لكم والى اللقاء.